اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم وعلى اللعب باش لعبوا اليوم ضد فرنسا. كنظن اننا قرينا فرنسا كره، كنظن اننا ورينا للعالم كيفاش كتلعب الكره، وكنظن اننا عرفنا بالمغاربه وعرفنا بالتاريخ ديالنا وعرفنا بالاسلام ديالنا وبالثقافه ديالنا. الحمد لله. كنبغي نشكروا جميع اللاعبين على القتاليه ديالهم، كنبغي نشكروا وليد الركراكي. حنا ما مقلقينش منكم، والله ما مقلقين منكم، ولكن بالعكس فرحانين بزاف. علاش؟ حيت الدرابو ديال المغرب تهز 6 خطرات في كاس العالم، وباقي غادي تهز المره السابعه في الترتيب. والحمد لله باذن الله تعالى. الحمد لله، هذا الشيء فاش وصلنا الحمد لله راه فضل المجهودات ديال السي وليد الركراكي، لان اللعابه ولاو بحال شي عائله. وما علينا نقولوا الا شكرا للطاقم التقني والطاقم الطبي وجميع اللعابه اللي كانوا لاعبين باصابه، وكنشكروا كاع الناس، لان الجماهير اللي كانت في الملعب قدمات واحد الروح رياضيه كبيره، قدمات صوره كبيره على المغاربه، يعني ورات المغاربه اش يسواو. والحمد لله المنتخب حتى هو ورى للعالم كامل المغاربه. كاينين شي دول وكاينين شي مدن وشي ناس ما عارفينش خريطه المغرب حتى فين كاينه. الحمد لله رديناهم تيقلبوا على المغرب في جوجل. الحمد لله، هذا الشيء بفضل شكون؟ بفضل القتاليه ديال اللاعبين، بفضل السي فوزي القجاع وليد الركراكي، وما نساوش الدعم الكبير ديال جلاله الملك نصره الله، الله يخليه لنا والله يطول لنا في عمره. وما علينا الا نقولوا وديما مغرب حتى الموت. وعاش سيدنا، تبارك الله. اللعابه لعبوا تقاتلوا، كانت روح رياضيه، كان داكشي ممتاز، كان داكشي كلشي تبارك الله عليهم، والله يعطيهم الصحه. وان شاء الله نتمنوا في الترتيب دوز المغرب تكون في تروازيام ان شاء الله، ونتمنوا من الخير. وديما مغرب وعاش سيدنا. وشكرا للمنتخب المغربي، وتنطمعوا ان شاء الله نكونوا تروازيام، وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وشكرا. كنبغي نشكر جميع اللعابه اللي تقاتلوا في هذا الماتش هذا، واخا كنا تنتمناو نفوزوا على المنتخب الفرنسي، ولكن ما كتبش. حنا باقي دابا مصدومين بعد النتيجه اللي خرجنا فيها، ولكن ماشي مشكل. الحمد لله، حيت المنتخب ديالنا شرفنا. ما شحال من واحد ما كانش عارف حتى المغرب فين جات، ولكن بسبب القتاليه ديال اللعابه والجهد ديال وليد الركراكي وبزاف د الحوايج في الخفاء، داكشي بيمشي خلات بزاف ديال الناس ما عارفوناش يمشيو يقلبوا عنا، وبزاف ديال الحوايج. وكنشكروا اللعابه على هاد القتاليه هادي، وديما مغرب وراه رفعوا راسنا. ديما مغرب وديما كوكاب حتى نموت. هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.